الأولوية في العمليات. عندما تستخدم العمليات في PHP، فإن آلة PHP تقرأ التعابير التي تكتبها من اليسار إلى اليمين. ومن أجل التعابير المعقدة التي فيها أكثر من عملية، فإن العملية ستصبح معقدة بعض الشيء. فعند تنفيذ العملية 4 زائد 5 لا يوجد أي إرباك، وببساطة يتم إضافة الرقم 4 إلى الرقم 5 لتكون النتيجة 9. ولكن ماذا يحصل من أجل الكود التالي؟ 4 زائد 5 مضروب ب2. هنا تظهر المشكلة. هل ستقوم آلة PHP بإضافة 4 إلى 5 ثم الضرب ب2، أي أن النتيجة تكون 18، أم أنها ستقوم بإضافة 4 إلى ناتج ضرب 5 في 2 والحصول على القيمة 14؟ في الحقيقة أن السيناريو السابق، الحصول على القيمة 14، هو ما تقوم آلة PHP بتنفيذه، وذلك مراعاة لأولوية العمليات. ولكن ماذا لو أردت تنفيذ عملية الجمع أولا؟ هذا ممكن، ولكن عليك استخدام الأقواس، وبالتالي يصبح التعبير 4 زائد 5 بين قوسين مضروبا ب2، وستصبح النتيجة هي 18. بشكل عام، إن الأولوية في العمليات تكون معقدة، لذلك حاول استخدام الأقواس للتخفيف من تعقيد العبارات التي تحوي أكثر من عملية. أما عن ترتيب أولويات العمليات فهي موضحة في الجدول التالي. كما ترى، فإن العملية OR لها أولوية أقل من العملية OR المرمزة، والعملية AND لها أولوية أقل من العملية AND المرمزة. لذلك بإمكانك استخدام العملية المنطقية ذات الأولوية الأقل لإنجاز التعابير المعقدة، لكن هذا ليس ضروريا، فبإمكانك تنفيذ العمليات المعقدة باستخدام الأقواس. على كل حال، فإن التعبيرين التاليين يعطيان نفس النتيجة. لاحظ في التعبير الأول أن العملية AND العادية لها أولوية أقل من العملية OR المرمزة، لذلك تنفذ بعدها. أما في التعبير الثاني، لاحظ أن العملية AND المرمزة لها أولوية أعلى من العملية OR المرمزة، لذلك نحتاج للأقواس.